بص كريم، دايما برضو الناس بتقعد يعني بتقعد تسال جوميز، في ناس ايه يعني شايفين ان جوميز هو رجل المرحله لنادي الزمالك، وناس شايفه ان لا جوميز عنده مشاكل كتير جدا، وان لا الزمالك محتاج حد تاني غير جوزيه جوميز. انا جايب لك من الاخر يعني ما ينفعش مدرب حق بطوله كونفدراليه حتى لو الكونفدراليه في المتناول ونقلل منه، بس عنده اخطاء، طبعا عنده اخطاء لازم نتناولها، لازم نتكلم فيها، ولازم نقول كل حاجه. طيب انا عندي مشكله مع الراجل في كذا حاجه، حاجات جوه الملعب وحاجات وهو كهيد كوتش يعني، واقول لك على المميزات برضه، بس خلينا نبتدي على الحاجات يعني السلبيه شويه. من السنه اللي فاتت عندي مشكله مع الراجل في الضغط يا كريم، فكره ان الزمالك وهو بيضغط عنده مشكله. الزمالك مجرد ما الضغط بيتحول من ضغط جماعي لضغط فردي، الزمالك بيبقى عنده مساحات كبيره جدا وشفناها النهارده. مجرد ما بتروح وبتفشل في افتكاك الكوره في بعض المناطق الفرق اللي انت بتلعبها، الملعب يا كريم هي عايزه صبوره بقى، الملعب بتاع نادي الزمالك بيبقى المساحات قد كده، فسهل جدا اي فرقه عندها كواليتي هتعاقبك مجرد لما تعمل عليك تحولات. تمام، احنا معانا وقت صح؟ سريعا. طيب حلو قوي. النقطه الثانيه عشان ما اطولش فيها ونبقى نعملها دي حلقه ثانيه يعني ان شاء الله. النقطه الثانيه اطلع معاكم فيها طبعا صورنا فينا اصلا. النقطه الثانيه يا كريم وهي الاهم بالنسبه لي، فكره ان انا كتغييرات بتاعتي يعني هديها لك مثال النهارده. واضح للعيان ان عبد الله ابتدى يستنزف ونص الملعب فرقه شرطه كيني بتهاجمك، ماشي، انا ليه ما دخلش شحاته ثالث في نص الملعب بدل التغييره بتاعت ناصر ماهر؟ انا مش بالعكس، انا مش بهاجم ان شيكابالا نزل، شيكابالا نزل عمل الدور لان كان تصريح احمد مجدي قال لك احنا لعبنا شيكابالا وناصر منسي عشان نزود الاستحواذ، مش فاهمها ازاي ناصر بس افهمها بشيكابالا. بس كنت لو عايز كده ملعب بثالث نص الملعب شحاته دونجا عبد الله، هريح عبد الله في نفس الوقت شحاته هيقفل لي مع دونجا وعندي الاثنين، ولعب احمد محمود لان الراجل الهاف ليفت بتاع الشرطه الكيني عنده سرعات واحمد محمود عنده سرعات. بالنسبه لي مثلا ده كان التغيير الاوقع. حسام اشرف انت بتتكلم في عدم الجاهزيه متفهمه، طب لو انت عايز تتكلم على الاستحواذ، هو مصطفى شلبي يستحوذ اكتر ولا ناصر ماهر؟ ناصر ماهر. هو مين اللي لعب ناصر ماهر وينج اصلا وهو اللي اخترع لنا المكان ده؟ جوزيه جوميز. طيب يبقى انت تحولات اهو، انت عايز تستحوذ، يبقى ناصر هو اللي كان يبقى موجود على مصطفى شلبي. فاهم قصدي ايه يا كريم؟ وهتوديني النقطة التالتة وهي الأهم بالنسبة لي، قناعاتك. لو أنت عندك قناعات بناصر منسي، طب الفراودة دي جات لك كلها ليه؟ ما هو إحنا ناصر خد وقت كتير جدا، ما عملش حاجة قوي، ما نورش قوي، مش بقلل من ناصر منسي، ناصر منسي كان الناس كلها كانت جوميز مقنع بالنسبة لك ولا لأ باختصار؟ مقنع بس ولكن عارف اللي هو جملة ولكن يعني لا لازم يشتغل، لازم صحيح. يشتغل على عصف. على بعض الـ 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 الحاجات وفكره العند اللي بتقول عليها سمر لازم ما يتمسكش ببعض الاراء، لازم يبقى عنده شويه فليكسيبيليتي يا كريم.